ينضم إلينا من طوكيو الدكتور ساترو ناغاو، زميل معهد هيتسون والكاتب والباحث السياسي. دكتور ناغاو، أهلا بك. بداية، ما الذي يدفع لهذه الحوادث أن تحدث في مطار هنيدا الأكثر ازدحاما واكتضاضا؟ هذه الحادثة ناتجة عن اصطدام. لأن هذه الحادثة في طائرة خطوط اليابانية واقع قد هبطت في مطار هنيدا، وكانت هناك طائرة أخرى وصدمت، مما أدى إلى احتراق طائرة الخطوط اليابانية. ولسوء الحظ وتم إنقاذ الركاب، ولكن الطائرة احترقت تماما. هناك مشكلة في كنترول المطار. يعني ماذا يؤشر ذلك أن هنالك مشكلة في كنترول المطار دكتور ناغاو؟ وهذا المطار يعد من أكثر المطارات ازدحاما وحركة في طوكيو، خصوصا وأن الآن اليابان تواجه أزمة بالأساس بعد موضوع الزلزال الذي ضرب الجزر. مشكلة في المطار، في كنترول المطار، مما أدى إلى اصطدام الطائرتين. فعندما حاولت الطائرة اليابانية الهبوط، كانت هناك طائرة تنتظر تابعة لحرس الحدود اليابانية، مما أدى إلى اصطدام الطائرتين سويا. أعيد عليك السؤال مرة أخرى دكتور ناغاو، ما الذي يجعل هذه المشاكل تحدث في مطار يعد الأكثر ازدحاما وحركة وهو مطار هنيدا في طوكيو، في ظل وجود بالأساس أزمة الزلزال الذي من المفترض أن تكون الأمور فيه أكثر يعني نجاعة وأكثر سرعة في اتخاذ القرارات؟ في اليابان المطار صغير، وبالرغم من كونه صغيرا إلا أن هناك العديد من الطائرات تستخدم هذا المطار، وتهبط فيه طائرات صغيرة، ولكن الكثير من الطائرات تستخدم نفس المطار، ولهذا فإن كنترول المطار مشغول دائما وطول الوقت، وفي معظم الأوقات لا تحدث مثل هذه الحوادث اصطدام. ولكن في الوقت نفسه هذا ناتج عن ازدحام المطار بالطائرات، وهذه مثل هذه الحوادث قد تحدث لأن حجم المطار ليس كبيرا. نعم دكتور ناغاو، الآن سرعة إجلاء أو إخلاء الركاب، كيف حدثت ذلك قبل اشتعال هذه الطائرة بهذا الشكل؟ الحريق حدث عقب إخلاء الطائرة، ولهذا كل الركاب عددهم 400 تم إخلاؤهم جميعا. الحريق حدث عندما حاولت الطائرة الهبوط في المطار،
في نفس المهبط الذي كانت توجد فيه طائرة أخرى وهي تابعة لحرس الحدود الياباني، ولهذا اندلعت النيران، ولكن على الفور تم إخلاء 400 راكب من ولم يصب أحد بسوء نتيجة هذا الحادث. وهذا موقف يعد محظوظا. نعم دكتور نجاو، يعني فعلا بسلامة الله تم إخلاء هذا العدد 379 راكب من هذه الطائرة. سرعة الإخلاء لا توازي سرعة الإطفاء، فما السبب بعدم السرعة بالإطفاء؟ وأنت قلت أن المطار صغير لكنه مكتظ على طول أيام السنة. هذا لأن التنظيم جيد والتدريب جيد على مثل هذه المواقف. دكتور نجاو، هل تسمعني؟ دكتور نجاو، كنت سألتك. نعم، كنت قد سألتك عن أن سرعة إنقاذ الركاب كانت عالية ومشكورة، ولكن لماذا لا توازيها سرعة الإطفاء لهذه الطائرة حتى تركت تحترق بكاملها بهذا الشكل؟ النيران اشتعلت عندما اصطدمت الطائرتان سويا، وبينما كانت إحداهما تحاول الهبوط والأخرى تقف، ولهذا اشتعلت النيران، ولهذا انشعلت النار بسرعة، وبينما كانت تحاول الأخرى الهبوط تم إخلاء الناس من فالنيران كانت سريعة، وكان أيضا إخلاء الركاب بشكل منظم وفعال، ولهذا كان هذا الإخلاء أسرع من اشتعال النيران. النيران اشتعلت، ولكن على الفور تم إخلاء الركاب بسلام جميعا. هذا ما حدث، وهذا الإخلاء تم بشكل جيد جدا. نعم، يعني عدم تضرر أحد من الركاب أو من الطاقم بالتأكيد هو أمر مهم، هو أمر مهم أن يتم إخلاء الركاب جميعا وعدم ضرر الناس. طبعا هذا مهم. فهذا هذا هذا الحادث ماذا يمكن أن يؤشر لدى السلطات اليابانية من ضرورة عمله في هذا المطار؟ هل هنالك من رغبة لتوسيعه لاكتظاظ هذا المطار ولتكرار حوادث الاحتراق التي حدثت فيه في السنوات العشر الماضية؟ في إن مثل هذه الحوادث لم تحدث في اليابان في الماضي، وهذه هي الحالة الأولى، ولهذا فإن هذا شيء غير جيد بالنسبة لنا. وإن مثل هذه حوادث احتراق لمحركات، عفوا دكتور، أنا لا أتحدث عن حوادث اصطدام في هذا المطار، كان هنالك حادثتين قبل ذلك. هناك خطأ آدمي حدث، ليس إلا، وهذا خطأ بشري، وهذا ما أدى إلى مثل هذا الحادث حسب اعتقادي. نعم، إذن الدكتور
ساتورو ناغاو زميل معهد هيدسون والكاتب والباحث السياسي من طوكيو، وافر الشكر لك على هذه المداخلة ولوضعنا في صورة ما حدث ويحدث في مطار هانيدا. شكرا جزيلا لك.